السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ستار من تاني حاسبات القاهرة. النهاردة هنتكلم عن بلوراي ديسكس وهنقارنه مع السي دي والدي في دي، وهنشوف مميزاته وهنشوف هو محتاج ايه عشان نشغله وكده. المهم هو الحجم، أول حاجة هنتكلم عن الحجم بتاعه. الحجم بتاعه زي أي حجم مثلا اسطوانة عادية أو دي في دي، هو مفرقش عنهم حاجة خالص. بالنسبة بقى هو بيشتغل ازاي، هما هنعرف دلوقتي هو الداتا بتتحط عليهم ازاي وبتتقري ازاي. فبالنسبة عندنا 3 انواع، اللي هو سي دي ودي في دي والبلوراي. والبلوراي السي دي احنا عندنا بنحط المعلومات، بنحطها تحت في على طرف الاسطوانة خالص، ونحط فيها بتاع الحماية اللي هو من فينجر برينت، من بصمة العصمة او اي خدش وكده. فدوت لما بنيجي نقرا منها بيبقى المساحة اللي محطوطة فيها كبيرة، وعشان الانكسار لما يجي العدسة بتاع السيدي روم لما يجي يقراها بينكسر عشان يخش تحت. بالنسبة بقى أما الدي في دي بيبقى بيتحط بيتحقن المعلومات في نص الدي في دي، فالانكسار بيكون أقل شوية. هتفضل تقرا معلومات اكتر مثلا عن كده، غير السي دي. اما بقى البلوراي هيقرا مثلا ان هو الطول الموجي بتاع اللون الازرق اقل من الطول الموجي بتاع اللون الاحمر بتاع الاشعه تحت الحمراء، فهيبقى اقل، وهيفضل يقرا، ممكن يقرا معلومات اكتر لدرجه ان هو فالساعه بتاعتهم بتكون اكبر من الدي في دي والسي دي، وهنعرف الساعه بتاعتهم دلوقتي. عندنا مثلا زي كده السي دي الدي في دي مثلا كده بيكون المعلومات مسجله عليه بالكبرو ده، اما السي دي اما البروراي بيكون اكبر من من اللي موجود، المعلومات كميه المعلومات تكون اكبر من الدي في دي. عشان كده تلاقي الكلام بيبقى الفونت مثلا المعلومات تبقى سمولر زن الدي في دي، ولو جبنا السي دي هنلاقيها اكبر من الكلام ده. اما بقى بالنسبه للكابست بتاعتنا، فاحنا عندنا السي دي معروفه ان هو 700 ميجا بايت، اما بالنسبه للدي في دي والبروراي. الدي في دي عندنا نوع واحد، وهو ال نوع واحد سنجل لير اللي هو طبقه واحده ب 4 جيجا و7، وهو يقدر يتحط عليها، اللي هو الافريج بتاعها نتحط عليها 2 ساعة من الستاندرد ديفيشن موفي اللي هو اس دي موفي. ومعاه اما بقى عندنا في البلوريز نوعين، نوع سنجل لاير اللي هو بلاير واحدة او دبل لاير. بالنسبة للسنجل لاير عندنا ان هو ممكن يستحمل 27 جيجا بايت اوف داتا، اللي هو ممكن يستحمل 13 ساعة، ممكن تحط عليه 13 ساعة من اس دي فيديو، او 2 ساعة من اتش دي فيديو. اما بالنسبه بقى للدبل لير اللي هو طبقتين في البروراي، عنده 4، ممكن ياخد 54 جيجا بايت من داتا، وياخد اكتر معاه اكتر من 20 ساعة من اس دي فيديو، و4 ساعات ونص من هاي ديفينيشن فيديو. وبالنسبه ده بقى ده الهاي ديفينيشن والاس دي، فالهاي ديفينيشن بيحتاج كابستي اعلى من هاي من الاس دي. فعشان كده احنا لو عايزين نستخدم اي عايزين نجيب اي عايزين نشغل اي بروراي، فلازم يكون عندنا جهاز اتش دي او بلاي ستيشن 3 بيشغل افلام او الافلام او الالعاب او الجيمز او اي حاجه محطوطه على الداتا. فبالنسبه للداتا اللي بتتحط تانية، هو ممكن يتحط عليه داتا كتيره، داتا كتيره اي من اي انواع الداتا، ممكن تحط جيمز، فيديوز، فيلمز، وورد شيت، اي حاجه من كده. بس الريفرنس بتاعتنا انا جاي من 3 مواقع دول. ان شاء الله. السلام عليكم.